السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله يا الأحباب، مرحبا بكم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وتبوأتم من الجنة منزلة. وهذا مجلس جديد من مجالس دبلومة الموطأ، تحفيظا وشرحا موجزا. وكالمعتاد نذكر الحديث الذي وقفنا عنده. شيخ محجوب تسمعني؟ أخ عصام تسمعني؟ نعم أسمعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أولا، كيف حالك يا شيخ محجوب؟ كيف حالك يا شيخ عصام؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله، معذرة عن التأخر غير المتعمد لأمر طارئ كما ذكرت لك. نعم، احنا في الموطأ وقفنا أين؟ عند الحديث باب من تجب عليه زكاة الفطر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام: من تجب عليه، قال من تجب عليه زكاة الفطر. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. نعم، إن شاء الله سنقرأ إلى حديث فقط اليوم حتى نأخذ ما تيسر من الدرة. مولانا، نعم، الصلاة قطع صلاة العصر، وقت بعد صلاة العصر بعد إن بعد ما نصلي العصر ممكن نكمل، ما فيش مشكلة، خلاص إن شاء الله، عشان بس نعوض، لأن حتى لا يتراكم علينا المتأخر. طيب، قال مالك: إن أحسن والأصل ما بعد قال يكون إن. نعم، إن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلها والنسخ كلهم، غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. قال يحيى: قال مالك في العبد الآبق إن سيده، خلي هذه بعدين. قال مالك هنا الثاني، قال من تجب عليه زكاة الفطر. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. قال مالك: إن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلها أو كلهم، غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. فضل شيخ ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من تجب عليه زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم، غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكتبه ومدبره ورقيقه كل غائب وشاهد، من كان منهم مسلم ومن كان منهم تجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. نعم، قال يحيى: قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه
إن علم مكانه أو لم يعلم، وكانت غيبته قريبة وهو ترجى حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويؤس منه فلا أرى أن يزكي عنه. قال يحيى قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم، كانت غيبته قريبة وهو ترجى حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويؤس منه فلا أرى أن يزكي عنه. قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم، وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه. قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم، وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه. نعم بارك الله. قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. نعم. قال مكيلة زكاة الفطر. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال مكيلة زكاة الفطر. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، في بعض النسخ قال صاعا من شعير بلا أو، صاعا من تمر صاعا من شعير، نعم، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. باب مكيلة زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن صرح العامري بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من سبيب، وذلك
في صاع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا الأقط لبن المجفف. نعم. وأيضا تكلمنا قبل ذلك عن مسألة حكم إخراج زكاة الفطر بالإيه بالقيمة. نعم. يعني مثلا قيمة الصاع، الصاع أربعة أمداد يعني تقريبا 2 كيلو، لأن المد نصف كيلو، فيعني 2 كيلو تقريبا من الأرز أو الأرز، أو 2 كيلو من القمح، أو 2 كيلو من الزبيب، أو 2 هكذا. وهذا في مذهب الحنفية وله قوته ووجاهته، ولا إشكال في هذا، وهذا من خلاف السائغ، لأن أبا حنيفة كما هو معلوم ولا يخفى على شريف علمكم تلقى عن من؟ عن الشعبي. الشعبي سيد التابعين، أسياد التابعين الشعبي. والشعبي تلقى عن مين؟ عن ابن مسعود. ابن مسعود ابن أم عبد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رضيت لكم ما رضي ابن أم عبد. نعم. فإذا لا إشكال، هذه أمور فيها اجتهاد ولا ليس فيها نص يقول ولا يجوز أن تخرجها. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر إلا بالحبوب أو الزبيب أو غير ذلك، لو قال هذا لأغلق الباب، ولكن ما دام الباب مفتوحا هكذا فالعلماء أن يجتهدوا. أبو حنيفة كما قال إمامنا الشافعي: كل الناس عالة في الفقه على أبي حنيفة. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. لا، ربما هو قال أن التمر فيه فوائد أكثر، ربما يعني البعض كان يجتهد ويفضل شيئا عن الآخر يعني حتى بالعبوبة في هذا الشيء. قال مالك والكف، لأن سبحان الله ما تشوف برضه مسألة التمر أغلى. يعني أنت هي الإيه الزكوات هذه منها ما هو رخيص في الثمن. يعني ثمن مثلا ثمن الأرز متقارب مع الشعير ولكن ليس كالتمر. نعم. خلاص. غالي. وليس كالإيه وليس كالزبيب، الزبيب أغلى، زبيب غالي وبرضه صاع، ما قالكش مثلا نصف صاع. والأقط أغلى اللي هو اللبن المجفف ده غالي يعني، فاهمني؟ فإذا المسألة تتفاوت، وبالتالي أيضا القيمة تتفاوت، لأن البعض يقول لك والله القيمة 20 درهم. طب أنت حسبت على إيه؟ على الأرز ولا على الأقط ولا على الزبيب ولا على التمر؟ وأي نوع من التمر حسبت عليه؟ وبالتالي كلامهم في هذه القيمة الحد الأدنى، هم يقصدون الإيه؟ الحد الأدنى. الحد الأدنى، لأن ممكن واحد يدفع 50 درهم والله جزاه الله خير، ممكن واحد يدفع 100 درهم، ومن زاد زاده الله في الخير، من زاد في الصدقة زاده الله في الخير وفي العطاء وفي البركة، فلا إشكال فيها. يعني الحد الأدنى هو بعدين المينيمم، عايز تزيد بقى إيه؟ ما فيش ماكسيموم، ما فيش إيه؟ حد أعلى، إيه أنفق كيف ما تحب، ومن أعطى الله على قدر أعطاه الله على قدر. قال مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشر كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الطهارة، فإن الكفارة في مد هشام وهو المد الأعظم. قال مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الضيارة، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. قال مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الضيارة، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. قال مالك: والكفارة كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. لما يأذن عندك العصر بلغني بحيث حتى نتوقف إن شاء الله. تمام. الآن أرى موعد العصر. الآن الأذان؟ نعم. طيب هتنتظر 10 دقائق ولا تذهب على طول؟ سأذهب على طول. طيب خلاص ماشي، نتوقف هنا في قراءة الايه في قراءة الاحاديث. طبعا معروف هو مد هشام، هشام اللي هو ايه هشام ابن اسماعيل، هشام ابن اسماعيل ابن الوليد ابن المغيرة
يعني جده هو مين؟ الوليد بن المغيرة الجبار العنيد، نعم نعم سبحان الله. وكان وكان عامل المدينة لإيه؟ لعبد الملك بن مروان. نعم ومقدار هذا الإيه؟ هذا المد، مد هشام أكبر أعظم من مد للرسول عليه الصلاة والسلام، كانت يده كبيرة، فمده اللي هو بالحفنتي الكفة هكذا، حفنتي اليد، كان مد وثلثان أو مدان، البعض قال مد وثلثان يعني يقارب إيه؟ المدين، والبعض قال مدان من مد الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه أما الصلاة المد والسلام. الأصغر هو بقى المقصود به مد الرسول، المد العادي جدا اللي هو إيه؟ اللي هو نصف كيلو تقريبا. نعم. نعم. التاني ضعفه أو إيه؟ عفوا يعني إيه؟ مثله مرتين أو مرة وثلثان. نعم. نعم. طيب إذا إن شاء الله نكتفي هنا في قراءة الأحاديث، وإن شاء الله غدا نعم. نكمل من إيه؟ من وقت إرسال زكاة الفطر، إن شاء وبعد الله. صلاة العصر عند الشيخ محجوب إن شاء الله نكمل. الشيخ عصام معرفش أنت، يمكن أنت عندك الصلاة كمان، صلاة المغرب يعني، إن شاء الله تقريبا كده نصف ساعة شيخ محجوب. نصف ساعة إن شاء الله. خلاص نصف ساعة وندخل على الدرة إن شاء الله، وبالله التوفيق. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.